مشاهدينا الكرام، تحتفل القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وتخريج الدفعة 114 حربية. سعدنا مشاهدينا الكرام أن يكون معنا السيد اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية. أهلا بك يا فندم ومبروك التخرج النهاردة. أهلا وسهلا بك يا فندم. سيد اللواء أشرف، أكيد تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية دماء جديدة ودعم جديد لمنظومة القتالية العالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة. في البداية بقدم التهنئة لجميع الطلبة وأهليهم من مختلف الكليات مع تمنياتي ليهم بالتوفيق في حياتهم العلمية القادمة إن شاء الله. هم من اليوم ضباط مقاتلين ضمن منظومة القوات المسلحة، هم الدم الجديد الذي يضخ في قلب القوات المسلحة، وبيهم إن شاء الله يزداد قوة وصلابة. بيبقى الوعي وعقيدة الانتماء للوطن والولاء للقوات المسلحة هو الدافع والداعم لتنفيذ المهام المكلفين بيها بإذن الله. سيد اللواء أشرف، نصيحة النهاردة توجهها لأبنائك خريج الدفعة 114 حربية النهاردة، توصيهم بإيه سيادتك؟ بنصحهم على المستوى الشخصي بالاهتمام بزيادة الوعي، اللياقة البدنية، الثقافة العامة، على مستوى تعاملهم مع قادتهم بالانضباط والالتزام. أما على مستوى تعاملهم مع الجنود يحققوا العدل بينهم، وده هيتم من خلال التواصل بصفة دائمة مع جنودهم. يكونوا دايما أقوياء في الحق، أمناء في المسؤولية، إن شاء الله يكونوا خير دعم لقواتنا المسلحة. وبأكد عليهم إن القائد هو كلمة فلا تبخل بها. سيد اللواء أشرف، تداعيات كبيرة تموج بها المنطقة ومصر، كيف تستعد الكلية الحربية لتسليح أولادنا الموجودين داخل الكلية الحربية من توعية ثقافية واجتماعية واقتصادية ودينية في مختلف المجالات؟ طبقا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بيتم عقد لقاءات توعية بصفة دائمة بواسطة نخبة متخصصة من الساسة والقادة وأيضا أساتذة الجامعات والإعلاميين في جميع المجالات، سواء كانت المجالات دي سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية، بجانب عقد لقاءات بصفة دائمة لقيادة الكلية بهدف بس روح الانتماء لدى الطلبة. شكرا يا فندم، وكل سنة وسيادتك طيب، ومبروك النهاردة تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية.